أهلا بكم. تسبب انتشار فيروس كورونا المستجد في معظم دول العالم في تغيير العادات والطقوس الدينية، فلأول مرة يحيي باب الفاتيكان قداس عيد الفصح وحيدا دون مصلين، وقد تابع المؤمنون القداس في بيوتهم عبر شاشات التلفزيون. ومن المتوقع أن يقوم الباب التواذروس الثاني في مصر بأداء طقوس عيد القيامة المجيد وحيدا هو الآخر، بعدما أحيا آلاف المسيحيين في مصر أحد السعف أو الشعانين بعيدا عن الكنائس. وبعد أيام أيضا يحل على المسلمين شهر رمضان المبارك، وما زالت المساجد مغلقة بسبب انتشار الوباء، ويرجح كثيرون بأن رمضان هذا العام لن يكون كسابقيه في إقامة صلاة التراويح وصلاة التهجد فضلا عن موائد الإفطار الجماعية. فما هو تأثير الوباء على الشعائر الدينية للشعوب، وكيف يمكن التأقلم مع الظرف الحالي؟ ولمناقشة الموضوع مشاهدينا الكرام أرحب بضيوفي في برنامج بالتفاصيل. معي من رام الله الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس الدكتور حنا عيسى، ومعنا أيضا من عمان الإعلامي والأستاذ الجامعي مهند مبيضين، ومن الرباط الأستاذ الباحث في علم الأغذية والتغذية الدكتور محمد الفائد. مرحبا بكم جميعا. لو أبدأ معك دكتور حنا عيسى، طبعا المسيحيون احتفلوا بعيد الفصح المجيد هذه المرة بطريقة مختلفة، الكنائس كانت فارغة، كيف كان وقع ذلك على المؤمنين المسيحيين؟ أولا كل عام وأنتم بألف خير ورمضان كريم إن شاء الله بحلول 24 من هذا الشهر، وبالتالي فلسطين الآن ممتلئة بالأعياد إن كانت يهودية مسيحية أو إسلامية أو سامرية، وبالتالي نحن نهنئ جميع الشعوب المعمورة بهذه المناسبات، وخاصة بالأمس كان هناك عيد الشعانين بحسب التقويم الشرقي وعيد الفصح بحسب التقويم الغربي، وهو انتقال يسوع المسيح له المجد من الموت إلى الحياة. هذا كان بالنسبة لنا مغزى كبير أن يسوع المسيح عذب وصلب في مدينة القدس على يد بيلاطس البنطي الذي في البداية أمر بجلده ومن ثم إعدامه. لهذا السبب نحن كمسيحيين كنا حزناء جدا في هذه اللحظات التاريخية، وبالأخص لم نستطع المرور بطريق الآلام التي تبدأ من باب الأسباط حتى كنيسة القيامة، 9 خارج مراحل خارج الكنيسة و5 في داخل الكنيسة. ونحن كنا كذلك غير مبسوطين بأن أطفالنا لم يحملوا الشعانين ولم يفرحوا بصلواتهم في كنائسهم، بل تمت الصلاة في داخل منازلهم. ذهب البعض إلى الكنائس من الكهنة قليلي العدد، هناك أقاموا القداديس، لكن هناك كانت يعني رؤية واضحة بالنسبة لنا كفلسطينيين هذا العام أننا رغم كل هذا الألم إلا أننا فرحنا في داخل منازلنا، رأينا الشعانين، لبسنا ملابس جديدة مع الآباء والأمهات في كل أسرة على حدة، وبالتالي احتفلنا على طريقتنا الخاصة في داخل منازلنا حفاظا على أرواحنا من انتشار هذا الوباء القاتل اللي هو اسمه الكورونا. طيب أستاذ مهند مبيضين في عمان، الشعوب الآن أمام أولويات خيارات صعبة، الالتزام بالحجر المنزلي، الالتزام بالتباعد الاجتماعي،
وهذا الشهر شهر أبريل كما تعلم يتضمن مناسبات دينية هامة بالنسبة للجميع. كيف يمكن التأقلم والتعاطي مع هذه الظروف، خصوصا إذا نتحدث عن العالم الإسلامي؟ لم يألف المسلمون أن يصوموا شهر رمضان ومساجدهم فارغة، لا تقام فيها صلاة جماعة ولا صلاة جمعة ولا صلاة تراويح، الكعبة المشرفة المسجد الحرام مغلق، المسجد النبوي مغلق، المسجد الأقصى الشريف مغلق. كيف سيصوم المسلمون هذا العام وما الذي سيتغير؟ أولا مساء الخير عليك أخي العزيز وعلى مشاهدي RT وأيضا على ضيوفنا الأعزاء الأخ حنا وأيضا الدكتور محمد. طبعا يعني في التاريخ هذه حادثة ظريفة وحادثة نادرة أن تقع في الأمة الإسلامية، وهي ليست فقط في الأمة الإسلامية، هي في العالم. أنا كمؤرخ كأستاذ جامعي بنحاول ندرس مرات اللحظات المفصلية في تاريخ الشعوب والأمم، قلما وجدنا حالة تشهدها الإنسانية بمستوى هذا التضامن وهذا العيش المشترك. إذا كان لجائحة كورونا من فضيلة هي أنها جعلت الجميع يشعر بمستوى المسؤولية الاجتماعية والتضامنية فيما بينهم، سواء كان مسيحيا أو مسلما أو يهوديا أو بوذيا. هناك التزام عالمي بأن هذا الوباء قد فرض على الناس سيكولوجيا معينة اجتماعية، وهي تنعكس على الشعائر الدينية سواء كانت في الإسلام أو في المسيحية أو في غيرها. بالتالي نحن أمام ما يسمى حالة اضطرار لتغليب المصلحة العامة على المصالح ربما أن تكون شخصية أو فردية أو أنوية. ونلاحظ في هذه الجائحة أو في هذه الأزمة أن تراجع الأنا الفردية إلى صالح الجماعة العامة وتغليب مصالح الجماعة. بالتالي هذا هو أصلا رسالة الدين أو رسالة الأديان، أنها تحافظ على النفس وتمنع الأذى وتصونها. ومن باب حماية النفس الفقه الإسلامي هو أن نلتزم بعدم المخالطة ونلتزم بالتباعد ونلتزم بإجراءات المطلوبة من أجل حماية المجتمعات وحماية الأفراد. وعلى هذا وقعت الخطب الجمعة وتوجيهات الإفتاء سواء في الأردن أو في غيرها من البلدان الإسلامية التي تدعو إلى الالتزام بالقوانين أو الأنظمة أو التعليمات التي تصدر من الحكومات فيما يتعلق بتنظيم شؤون الحياة اليومية. لا أحد سعيد في أن تكون المساجد مغلقة أو الكنائس مغلقة أو حتى أن ترى المكة أو الحرم. لكن أستاذ مهند، أيضا لم يكن الجميع ملتزما أو حتى راضيا بهذه الإجراءات. دكتور صحيح. محمد الفائد من الرباط، كيف يمكن تقييم خطوة الزعماء الدينيين بإلغاء العديد من الفعاليات الدينية والشعائر الدينية التي تعتبر مقدسة بالنسبة لأصحاب كل ديانة؟ نعم، تحية طيبة لكل الضيوف الكرام وتحية طيبة لكم يعني طاقم RT، وشكرا على الاستضافة. طبعا هذا عامل نفسي قوي جدا، لأن قد يتنطع بعض الناس ولا يريدون لا يحبون هذه القرارات يعني، وهذه هي خطوة مهمة في الدين. لماذا؟ لأن الدين الإسلامي يعني كما تعلم هو دين مرن جدا، وأن حفظ الروح يعني حفظ الأنفس حفظ النفس أولا، لأن حفظ النفس من حفظ الدين. لا يمكن أن يهلك الناس، يعني إذا حفظنا الأنفس فنحفظ الدين، لأن كيف ما كان الحال هذه الشعيرة الدينية، أن رمضان فيه شعيرتان قويتان من الناحية النفسية وكذلك من الناحية التعبدية. فالصيام ممكن أن يصوم الشخص يعني في منزله بدون أي مشكل، لكن صلاة التراويح مشكل، هو الخروج لصلاة التراويح في المساجد، ويعني هذا هو الذي يعني سيكون شديد على المسلمين. فأنا أوصي بأن يعني فقهاءنا يعني في المغرب وفي كل البلدان فأخذوا فتوى بأن انطلقوا من حفظ النفس أولا، وهذه الأشياء إذا كانت ستجلب مهلكة للأمة، لأن تعلم أن الفيروس ينتشر يعني بكثرة، وهو المشكل هو ليس هذا الشخص ولا الثلاثة ولا العشرة الذين
ربما يتوفون لا قدر الله إذا كان هناك تعفن في المساجد أو في صلاة الجماعة، لكن ما هي العواقب يعني على المدى البعيد؟ فهذا الفيروس لا قدر الله وبقي 5 أشهر أو 6 أشهر في هذه البلدان، إذا بقي ينتقل هكذا يعني من شخص لآخر، فربما يعني ستطول المدة. فمن الأحسن أن الحجر الصحي هو لحفظ الأنفس وحفظ المجتمع، وهو كذلك يعني لتقصير مدة الحرمان من العبادة. فالناس الآن حرموا تقريبا 3 جمعات الآن، هذه المساجد 3، الأقصى الشريف والمسجد النبوي والحرم المكي الآن، يعني هذه مساجد مغلقة، مساجد في البلدان الإسلامية كلها مغلقة، كذلك في البلدان الغير إسلامية، يعني كل جميع المرافق التعبدية حتى بالنسبة للمسيحيين، حتى يعني القداس الآن يعني لا يمكن، لأن سيتجمع الناس وربما يكون في إذاية للناس. ونفس الشيء أيضا حدث مع عيد الفصح اليهودي، أيضا اليهود الذين هم الآن في إسرائيل لم يحتفلوا في الكنائس اليهودية وظلوا في بيوتهم، وحتى كان هناك بعض الاعتراض من قبل المتشددين الدينيين إن صح التعبير. لكن بالنهاية أريد أن أسأل دكتور حنا عيسى في رام الله، يعني إلى أي حد خفف نقل الشعائر عبر الإنترنت وعبر شاشات التلفزيون من حالة الوجد أو حالة عدم الرضا عن البعد عن الكنيسة، البعد عن بيوت الله في مثل هذا الوقت؟ قبل الإجابة على السؤال، عند اليهود بيسموه كنيس، كنيس. نعم، الكنيسة للمسيحيين والكنيسة لليهود، اسمه عيد الفصح وليس الفصح، أي الانتقال من العبودية إلى الحرية. أما بالنسبة لسؤالكم، أولا أوجه التحية للدكتورين الحبيبين الغاليين اللذان هما يجلسان برفقتنا في هذا المساء، ونقول لهم كل عام وأنتما بألف خير. ثالثا بالنسبة لنا كمسيحيين، فعلا يعني كان هناك غصة في نفوس الناس، لكن نظرا لخطورة هذا المرض أو هذا الفيروس، الناس انتبهوا لبعضهم البعض، وهم بأنفسهم قالوا يجب أن لا نحتك. فبالتالي ما جرى من قداديس في الكنائس وتم بثها عبر التلفزيون فلسطين على سبيل المثال، أو القنوات الكنسية مثل كنيسة الروم الأرثوذكس في رام الله أو كنيسة اللاتين في رام الله، بالإضافة إلى كنيسة القيامة، ذهب المدبر الرسولي بتسابيلا وأقام قداس مع البعض القليل من أجل إظهار أهمية هذا العيد بالنسبة لنا، أي انتصار الحياة على الموت كما جاء المسيح أن يكون هو الرسالة، رسالة المحبة للجميع. هذا أولا، الرسول محمد صلى الله عليه وسلم أن يكون رسالة رحمة للجميع، وبالتالي التقيا في فلسطين إن كنا مسلمين أو مسيحيين أو سامريين على قلب رجل واحد في كيفية إدارة هذا المرض الذي يحدث لكل بيت في فلسطين. هذا السبب الناس اشترت شعانين على سبيل المثال، في هذه الشعانين خميس الأشرار كذلك، يعني الناس نظروا إلى التلفاز وشاهدوا كيفية تواضع المسيح وغسله للأرجل 12 تلاميذه والعشاء الأخير معهم ويوم الجمعة العظيمة التي فيها صلب يسوع المسيح، بالإضافة إلى سبت النور عندما خرج النور، وبالتالي يوم الأحد. طيب، على كل حال، هو النقطة التي نعالجها أكثر الآن دكتور حنا هي موضوع استغلال الإنترنت، وسائل التواصل الاجتماعي، شاشات التلفزيون من أجل التخفيف من وطأة التباعد الاجتماعي في مثل هذه المناسبات. وهنا أريد أن أسأل أستاذ مهند مبيضين في عمان، إلى أي مدى يمكن استغلال هذه الوسائط الآن للتخفيف من وطأة وحدة هذا التباعد الذي قد يخيم على الجميع خلال الشهر الحالي؟ نعم صحيح، اليوم السلطة هي السلطة للوسائل التواصل الاجتماعي التي تعوض الناس عن المشاهدة المباشرة واللقاءات، يعني ما عودة تشوف ناس متجمعوا مع بعض
ستتغير أنماط السلوك، أو سيفرض المرض أو سيهيمن كورونا على حياتنا الاجتماعية، من حيث التواصل التقليدي سينتهي، المشاهدة المباشرة ستنتهي، التجمعات ستنتهي. يعني إحنا صرنا نشوف عزاءات ودفن العزاء يكون على المقبرة فقط لأربع أو خمس أشخاص فقط. تغيرت العادات، هناك من يتحدث عن أنماط سلوكية ما بعد كورونا وكيف سيؤثر كورونا على شكل العلاقات الاجتماعية والمناسبات الاجتماعية في الأفراح والأتراح وغيرها. واليوم تجد العائلة الواحدة، الأبناء موجودين في مدينة مثلي في عمان، نتواصل الإخوة مع بعض عبر المسنجر ونسأل عن بعض وندخل، وتدخل والدتي من محافظة أخرى في الجنوب وتسألنا ما أخباركم. هذا الأمر لم يكن موجود سابقا. لقد فرض كورونا حتى على أشخاص لم يكونوا يستخدموا وسائل التواصل الاجتماعي لأن يستخدموها، أصبح كأنه قاهر وغالب عليهم، فرض إيقاعه على الحياة العامة والحياة الخاصة. سنجد أيضا تطور أيضا في حالة المسؤولية الاجتماعية عند الأغنياء تجاه الفقراء، عند أهل الحي لوحده. يعني أنا وأنا أمشي في شوارع عمان الساعة الخامسة قبل بدء الحظر، تجد أن أهل الحارة بدأوا يتحدثوا مع بعض، قبل ذلك لم يكونوا يروا بعض بسبب اليوم الوظيفي الطويل والدراسة، ويأتي الشخص إلى شقة في العمارة ويدخل، أما الآن يلتقون أمام السوبر ماركت أو الدكان ويشترون مع بعض ويقفوا على الدور. وهذا رغم أنه في تباعد مسافة متر ومترين، بس أصبحوا صار في موعد يومي مضروب يذهبوا للشراء قبل أن تبدأ ساعات الحظر. فطورت حالة من التواصل الجديد. كورونا يهيمن على كل شيء، أنا أسميه احتلال كورونا لخطابنا وفضائنا الاجتماعي وفضائنا التواصلي في كل شيء. بدل ما كنت تحكي الناس أخبارهم العادية ويراقبوا أخبار المشاهير وأخبار رجال الأعمال والسياسة ويتحدثوا عن الانتخابات ويتحدثوا عن الحكومات، إنما أصبح الكل ينتظر موعد الساعة الثامنة ليسمع إعلان الحكومة عن عدد حالات كورونا وما هي الإجراءات المتبعة، أو تجد يصدر خبر مثلا منطقة تم حظرها أو اشتباه وجود حالات كورونا فيها، فجأة تبدأ وسائل التواصل الاجتماعي أو الجروبات على المسنجر وعلى الواتساب التحدث عن هذه المنطقة وتلك، من الذي صحيح. كيف حصل، من خالط، أين يعمل. كما تعلم يعني أستاذ مهند بيضين، نحن الآن أمام ظرف صعب، أمام وباء، الآلاف فقدوا قوت يومهم، فقدوا مناصب عملهم، كثيرون الآن صحيح. يعانون من وضع اقتصادي صعب. طبعا إذا نتحدث بالنسبة للمسلمين وموائد الرحمن أو موائد الرحمة التي تقام في شهر رمضان، ربما قد تمنع بسبب منع التجمع، لكن دكتور محمد الفائد، هل يمكن أن تجد الحكومات، الجمعيات الفاعلة، طرق أخرى لتفعيل هذا التقليد الرمضاني التضامني بين شرائح المجتمع في مثل هذا الظرف؟ نعم نعم أكيد. وكما أشار الدكتور أخانا من عمان، هو الكورونا أثر في نفسية الناس، ويعني نلاحظ أولا أن هناك تقارب، جميع الناس تقارب، البشرية كلها على وجه الأرض هناك تقارب، لم يعد ناس يفكرون لا في اختلافات ولا في أي شيء الآن، ولا حتى المجهول الآن، يعني المستقبل مجهول، مستقبل مجهول تماما، فالعالم لا ندري إلى أين يتجه. فهذه التجمعات، لاحظ معي، أما التجمعات العائلية في رمضان لن تكون، ونحن لدينا طقوس ولدينا عادات وزيارات تكون في رمضان، دائما تكون زيارات في رمضان، وهناك عوائل كانت تفطر مع بعضها. الآن حتى الدفن، الآن حتى الدفن، الآن الميت الآن لا تحضر له يعني العائلة. نعم. كذلك صلاة العيد وصلاة التراويح، هذا شيء لا نتكلم عنه، يعني صلاة العيد صلاة التراويح قد يصبر الناس، لكن صلاة العيد وقع كبير في نفوس الناس. الآن كيف سيعيش المواطن؟ فمن الناحية الإعلامية يعني يجب أن ترافق الإعلام، يجب أن يرافق المواطن وأن يكون حاضرا في بيوت المواطنين، وأن تكون برامج خاصة يعني بهذه الفترة الحرجة. جميع التلفزيونات المحلية في هذه الدول، جميع الإذاعات يجب أن تتعبأ لتخفف من وطأة يعني الفيروس على حياة الناس وعلى حياة الناس المعيشية، يعني سوسيولوجيا الناس داخل البيوت. من الناحية التنظيمية، يجب على جميع الحكومات والجمعيات
والمحسنين الذين كانوا يقومون تقليديا كما قلت بتوزيع هذه القفة في رمضان، وهناك موائد كانت تقام يعني حتى في الأزقة، هناك جمعيات يعني ليس بالضرورة إسلامية، نحن ليس لدينا في المغرب هناك جمعيات ليست إسلامية ومع ذلك كانت توزع طعام الإفطار على الناس وتقيم إفطار جماعي يعني في جميع المدن. هذا مشكل، لأن من الآن نحن الآن على 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 عتبة رمضان، نحن الآن أقل من تقريبا 13 يوم إن شاء الله وسنصوم رمضان، فيجب من الآن يعني خبراء هم الذين يجب أن تكون لديهم نظرة، وليس يجب أن يكون تنظيم من الآن وليس لما يدخل رمضان ويقع مشكل، ربما يقع انفلات وربما تقع يعني بعض التصرفات الطائشة وشيء هكذا. فيعني ممكن أن نعقم السيارات، طيب تعقم السيارات، تعقم السيارات ويكون فيها شخص واحد، السيارة يكون فيها شخص واحد وتعقم، ممكن تحمل قوت أو قفة أو شيء توزع على الناس ويكون بتنظيم وبدون يعني تجمع، فقط شخص واحد يلبس الكمامة ويعني يكون السيارة معقمة وهذا الأكل كذلك يكون معقم وتوزع هذه الأشياء على الناس في المنازل، لأن كما قلت هناك كثير فقدوا عملهم، هناك هو من هو هو اليوم يعني يحصل محمد على الفايد. اعتذر على المقاطعه، لا ينتظروا حتى يدخل رمضان. نفس الشيء يسمى التكية في مناطق بلاد الشام. دكتور حنا عيسى، ربما ما الذي يتعين على الحكومات القيام به في ظل الظرف الحالي من أجل التخفيف على المواطن، وطأة الحجر المنزلي، وطأة فقدان الشعائر الدينية التي اعتاد عليها في مثل هذه الأوقات من العام؟ يعني واضح الحكومة عندنا على سبيل المثال، الحكومات الأخرى كما أتابع عبر الشاشات اتخذت إجراءات وقائية في كل مجتمع، وأعلنت حالة الطوارئ، إغلاق من الساعة فرضا الخامسة مساء حتى العاشرة صباحا، هناك إجراءات على كافة المستويات ما يتعلق بالنظافة أولا، بالحجر الصحي ثانيا، الذهاب إلى الدكاكين بطرق محددة والوقوف بعيدين عن بعضهم البعض. هذه الإجراءات اتخذت من أجل توفير كذلك الغذاء للمواطنين، وكذلك لابد من اتخاذ إجراءات بما يتعلق بالشركات المنتجة في داخل البلد وبالزراعة، وبالتالي هناك مهام يعني سياسية واقتصادية واجتماعية تلقى على أي حكومة في الوقت الراهن من أجل مواجهة هذا الفيروس المنتشر في كل مكان. نحن في فلسطين على سبيل المثال أول من أعلن حالة الطوارئ الرئيس محمود عباس، بالتالي نحن جميعا قمنا بتنفيذ هذا المرسوم على أرض الواقع، مما يعني بأن حتى هذه اللحظة مجموع ما عندنا 309 أشخاص مصابين بالكورونا، بما فيها مدينة القدس المحتلة أتحدث أنا، التي هي مسؤولية الاحتلال عن ذلك كدولة احتلال، لكن نحن نتخذ إجراءات في الإطار الزماني والمكاني بحسب يعني على سبيل المثال هناك حالة فيروس تغلق القرية لحين ترتيب الأمور كاملة، خلافا عن ذلك يعني هناك تقليصات بعض الشيء في حال الطوارئ انفتاح نوعا ما رويدا يتسنى للمواطنين العودة إلى حياتهم الطبيعية ليس بالقليل، لكن نحن نسير في خطى يعني متقدمة. أنا اسمح لي قبل أن أنهي أن أقول كل عام للرئيس بوتين وهو بألف خير، روسيا العظيمة أن تبقى دائما سندا لكافة الشعوب ولكافة المضطهدين من أجل دعمهم في هذه الحياة، خاصة أن نحن نعتمد كثيرا على روسيا في كل اتجاه كان بما فيها الحياة. أشكرك وصلت الفكرة أستاذ دكتور حنا عيسى. أريد أن أسأل أستاذ مهند مبيضين، هناك أيضا الآن جدل بخصوص شهر رمضان، هناك من يقول أنه يجوز عدم الصيام في شهر رمضان، ما خلفية هذا الجدل يعني، خصوصا وأنه الأزهر الشريف حسب ما قرأت أصدر فتوى وقال أنه لم يثبت أنه هناك علاقة بين الإصابة بكورونا والصوم. يعني ما كان في أي مرجعية دينية تحسم هذا الموضوع، وأيضا التراث الفقهي الإسلامي في مراجعتنا للفتاوى الإسلامية لا يوجد شيء يقول بأن الصيام يؤدي إلى حصول جوائح أو أمراض
أو عدوى تنتشر بين الناس. ما ورد معي بالتراث الفقهي، وأنا مشتغل على التراث الفقهي الإسلامي، لا يوجد شيء من هذا. بالعكس، هناك دائما مبررات صوم وتصح وما إلى ذلك. الحديث ليس اليوم عن رمضان، الحديث ربما يطول. اليوم كنا نتحدث مثلا عن الحج، ماذا الحج إذا استمر الفيروس بهذا الانتشار، هل يمكن أن يعطل الحج ولا ما يمكن يعطل الحج؟ وقد حدث في سنوات في التاريخ الإسلامي أن عطلت شعيرة الحج لظروف سياسية معينة اقتصادية وأمنية، ولسنوات أكثر من 10 مرات أو ربما 18 مرة. على كل حال، المملكة العربية السعودية كانت طلبت من الدول الإسلامية عدم اتخاذ أي إجراءات حتى يتبين موضوع التحكم في انتشار هذا الفيروس ومدى تأثيره على الحجاج. وربما الدكتور محمد الفايد، وهو طبيب وأخصائي أغذية أيضا، يفيدنا في هذا الموضوع، يعني ما هي احتمالات إلغاء شعيرة الحج هذا العام؟ نعم، إذا بقي الحال على ما هو عليه فلا يمكن، ويعني كما أشار يعني دكتور من عمان، أكيد أن هناك سبق في التاريخ وأن يعني شعيرة الحج يعني ألغيت. ودائما نبقى مع القوي في الفقه الآن، ما لدينا هو حفظ الأنفس في جميع الحالات، فشعيرة رمضان وشعيرة الحج هذه شيء، لكن رمضان ممكن أن نصوم. لكن أيضا أنت تفيدنا في موضوع الصيام، يعني هل له علاقة بالإصابة بكورونا؟ الصيام نعم سأتكلم. فهنا لا، بالعكس، هو الصيام هناك بعض الإشاعات سمعناها في أول ما تفجر الفيروس بوخان بالصين، أن يعني لا يمكن للأشخاص أن يصوموا بحجة أن الحلق يعني يكون فيه جفاف، وهذا ليس صحيح، لأن جفاف الحلق يكون من أعراض مرضية ليس من الصيام. وبالعكس، هو الصيام يعني ممكن أن يصوم الناس بدون أي مشكل، الأشخاص الغير حاملين للفيروس والذين ليست لديهم أعراض فيصوموا بدون أي مشكل وبدون نقاش، لكن الذين لديهم أعراض وهم يعتبرون مرضى فيجري عليهم فقه المريض، هؤلاء يعني سيفطرون. أما يعني ليس هناك شيء في أن يلغي الناس الصيام، لأن ليس هناك مبرر، العلة ليس هناك مبرر بالبتات في أن يلغى الصيام، ولا يمكن أن يلغى الصيام، لأنه سيصوم الناس في منازلهم تحت الحجر الصحي، وليس هناك أي أذى بالنسبة للصيام. طيب، لا يؤذي. طيب، هؤلاء. طيب، ما تأثير الصيام على مناعة الجسم؟ نعم، فالصيام له على الأقل هو له مزايا، لكن فيما يخص فيروس كورونا فالصيام يمدد يزيد في يعني وقت الأوتوفاجي، وعامل الأوتوفاجي هو الذي يجعل الجسم يتخلص من كل الأشياء الخبيثة. الأوتوفاجي معروفة يعني هذه في العلوم. الأمر الثاني هو يرفع المناعة، معروف أن الصيام يرفع المناعة. ثالثا، الحالة النفسية، المسلم لما يكون صائم يكون قوي معنويا يعني ونفسيا. رابعا، أن الصيام يخفف الدم، الدم يصبح خفيف. ويعني أنت سمعت في الأخبار أن الذين قضى عليهم الفيروس كان لديهم ارتفاع الضغط، ولا يمكن أن يكون ارتفاع الضغط والدم يكون خفيف، فالصوم والرياضة من العوامل التي تخفض ارتفاع الضغط، وبذلك فهي بالعكس هي 4 عوامل إيجابية بالنسبة لفيروس كورونا، وليست سلبية، وليس هناك أي شيء سلبي يعني من الناحية الصحية. حتى من الناس هي لتنظيم التغذية أثناء شهر رمضان. لماذا؟ لأن الحجر الصحي الناس سيكونون في منازلهم ولا يعملون ولا يتحركون، ربما يكثرون من الأكل وبعض أنواع الأكل مثل السكريات ودهون، وربما يصابوا بأمراض أخرى. فهذا المشكل يجب أن ينظموا كذلك صيام رمضان تحت الحجر الصحي لما لا يتحرك الناس، وهذا شيء مهم. على الأقل سيكون اقتصاد إذا نظموا هذه الأشياء، على الأقل سيكون اقتصاد يعني في الأكل ويكون تنظيم أحسن. فهذه أشياء مهمة. الآن الذي يجب أن نفكر فيه هو أزمة كورونا نحن نعيشها. كورونا أثر على العالم وعلى البشرية كلها فوق هذا الكوكب، لكن ما يعني ربما هذه الفاجعة، هذه الجائحة ربما تنقلب إلى يعني أزمة أخرى، أزمة اقتصادية، وليجب على الأقل القطاع الإنتاجي مثلا الزراعي ويعني الإنتاج والأشياء والأكل والمواد الغذائية، يجب أن لا يتوقف هذا القطاع، لأن لا نريد أن تكون جائحة فيروس كورونا يعني بدأت يعني اجتماعية هكذا بهذا الشكل
وستتحول إلى اقتصادية أو ستتحول إلى أزمة اقتصادية. شكرا جزيلا. وهذا شيء خطير جدا يجب كذلك أن تنتبه له جميع الدول. شكرا. عموما لا نتمنى إن شاء الله لا نتمنى أن نصل إلى موسم الحج يعني بنفس الحدة لهذا الفيروس. إن شاء الله ينتهي الفيروس قبل موسم الحج.